بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقاؤنا هذا حول منظومة نافعة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في السير إلى الله والدار الآخرة. وللشيخ رحمه الله تعالى شرح مختصر على هذه المنظومة، ونظمها وكتب شرحها رحمه الله تعالى، وعمره لم يتجاوز 26 سنة، فهو كتبها نظما وشرحا في سن مبكرة من حياته رحمه الله تعالى. وقد أتى في هذه المنظومة على مهمات منازل السائرين إلى الله عز وجل، وهو باب عظيم من العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. كتب فيه أهل العلم كتابات عديدة، إلا أن أوسعها وأكثرها نفعا وأكبرها فائدة كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في 3 مجلدات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة لابن السعدي رحمه الله أتت على زبد هذا الموضوع وخلاصة ما ينبغي أن يعلم في هذا الباب العظيم، باب منازل السائرين. وسماها رحمه الله تعالى منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، فهذه 3 كلمات اشتمل عليها العنوان: سير إلى الله وإلى الدار الآخرة. وهذه الكلمات 3: السير وإلى الله وإلى الدار الآخرة، تجتمع فيها المحاور التي تقوم عليها دعوة النبيين. فكل نبي بعثه الله دعوته ترتكز على 3 محاور: المحور الأول التعريف بالمعبود المقصود سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وربوبيته وعظمته، وأنه وحده المستحق لأن يؤله وأن يفرد بالعبادة. والمحور الثاني بيان الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو المعبر عنه هنا بقوله السير. والطريق الموصل إلى الله هو دين الله الذي شرعه لعباده وأمرهم به. والمحور الثالث بيان ما أعد الله جل وعلا في دار الجزاء من ثواب لمن سار على هذا الطريق، ومن عقاب لمن لم يسر عليه وخالفه. وقد اجتمعت هذه المحاور في قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، هذا المحور الأول، وسعى لها سعيها المحور الثاني،
وهو مؤمن المحور الثالث، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه المنظومة في الجملة حوت هذه المحاور في عنوانها السير إلى الله والدار الآخرة، وفي مضمونها كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه. ومنازل السائرين إلى رب العالمين، أشرت إلى أن أهل العلم لهم فيها كتابات ولهم جمع في المنازل وفي ذكر عدد المنازل وأيضاً في ترتيب المنازل، وكثر كلام من كتب في المنازل من حيث العدد، عدد المنازل، فبعضهم يقول هي 100، وبعضهم يقول 1000، وبعضهم يزيد على ذلك العدد، وأيضاً بعضهم يجعل لها ترتيباً معيناً، يقول يبدأ بمنزلة كذا ثم تليها كذا ثم كذا، فيجعل لها ترتيباً، لا يبدأ بمنزلة قبل الأخرى. وحصر المنازل بعدد وذكر ترتيب لها ملزم، لا يبدأ بمنزلة قبل الأخرى، كما أمره كما قال شيخ الإسلام تحكم لا دليل عليه، تحكم لا دليل عليه، فعددها الله أعلم به، لكنها موجودة في الكتاب والسنة، فمن اعتنى بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقد وفق للدراية والعلم بهذه المنازل بحسب حظه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه علما وعملا. وأيضا فيما يتعلق بالترتيب، ترتيب المنازل، وأنه لا يبدأ بكذا إلا قبل كذا، هذا أيضا جعل ذلك ملزما تحكم لا دليل عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء التعارض لما نقد المتكلمين في بعض تراتيبهم التي أحدثوها وجعلوها ملزمة وادعوا أنه لا يحصل العلم إلا بها، لما بين فساد ذلك قال رحمه الله: ونظير ذلك تراتيب ذكرها طوائف من الصوفية المصنفين في أحوال القلوب وأعمالها لما تكلموا في المقامات والمنازل وترتيبها، فهذا يذكر عدداً من المنازل والمقامات وترتيباً، وهذا يذكر عدداً آخر وترتيباً، ويقول هذا إن العبد لا ينتقل إلى مقام كذا حتى يحصل له كذا، وأنه ينتقل إلى كذا بعد كذا، ويقول هذا عدد المنازل 100، ويقول الآخر عددها أكثر وأقل، ثم هذا يقسم المنازل أقساماً يجعلها الآخر كلها قسماً واحداً، ويذكر هذا أسماءً وأحوالاً لا يذكرها الآخر، وغاية الواحد من هؤلاء أن يكون ما ذكره وصف حاله وحال أمثاله وسلوكهم وترتيب منازلهم، فإذا كان ما قالوه حقا فغايته أن يكون وصف سلوك طائفة معينة
أما كون جميع أولياء الله لا يسلكون إلا على هذا الوجه المرتب وهذا الانتقال فهذا باطل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي أشرت إليه معلومة ثمينة جدا في باب المنازل من حيث الكلام على عددها ومن حيث الكلام على ترتيبها. ووقوف طالب العلم على ذلك يعينه في استقامته وسيره في هذه المنازل على حسن السير دون أن يلزم بأمور معينة من السلوك قد لا تكون لازمة لمن كان بمثل حاله. وعلى العبد أن يقبل على منازل السائرين ويجاهد نفسه على العناية بها وتتميمها وتكميلها، فإن حظه من السعادة والفلاح بحسب حظه من هذه المنازل العظيمة المباركة.